اللواء الركن علي بن علي الجائفي قائد قوات الحرس الجمهوري كان ضمن المعزين الذين سقطوا شهداء في مجزرة الصالة الكبرى. إذا لم نكن محصنين من الداخل ومحصنين تحصين حقيقي بوعي بمعرفة بإدراك بإيمان بالله بثق في الله بثق في عنك بأي إهمال أو بأي خطأ أو بأي قد يكون خطأ أحيانا غير مقصود إهمال خدمة إهمال واجب قد يضيع المعسكر معك وقد يضيعوا زملائك وقد تتحمل دماء كبيرة جدا. ترجل الفارس الهمام والمحارب الشجاع وتوجهت روحه إلى بارئها بعد أن سجل في سيرته الوطنية أنصع الصفحات وأبرز المواقف والأدوار العسكرية الكبيرة والتي كان آخرها قائدا لقوات الحرس الجمهوري صمام أمان البلاد. الشهيد اللواء الركن علي بن علي الجائفي أحد شهداء مجزرة الصالة الكبرى التي استهدفها العدوان السعودي قبل 40 يوما، وراح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح بينهم قامات وطنية يعتد الوطن بهم. نعزي أنفسنا بوفاة القائد اللواء الركن الأب الروحي علي بن علي الجائفي، وكما نعزي أسرة الشهيد والقوات المسلحة بوفاة حكيمها، ونقولها من هنا ومن ميادين الشرف والبطولة، وأقولها عن نفسي وعن زملائي منتسبي الحرس الجمهوري، نحن نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد القائد اللواء الركن علي بن علي الجائفي بأن دماءهم لن تذهب هدرا وسيكون الرد والثار قاسي بإذن الله. الذي كان لوحده جيش، فقد كان جيش لوحده لا يقهر، وكان أب للأفراد في جميع المناطق العسكرية والمحاور والمواقع. رسالتنا إلى من ارتكب الجريمة الكبرى في الصالة الكبرى بأن الرد سيكون قاسي في الجبهات، وأننا لهم في المرصاد، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدر، وخصوص على رأسهم اللواء الركن علي بن علي الجائفي قائد الحرس الجمهوري. كان الشهيد اللواء الجائفي بشهادة زملائه ورفاقه مثالا للقائد العسكري المحنك والمقتدر والمؤهل، فضلا عن دماثة أخلاقه وتواضعه الجم وحسن سلوكه وسيرته العطرة التي قضى معظمها في خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية. مناسبة 40ية القائد اللواء الركن علي بن علي الجائفي الذي كان الأب والأخ لأفراد الحرس الجمهوري بالكامل، كان نعم القائد، كان كريم العطاء لكل أفراده، يعني عرفنا عنه أنه حكيم القادة. فقدت الجمهورية اليمنية بشكل عام الأب اللواء علي بن علي الجائفي من أحد المناضلين اللي كان يناضل في جميع الجبهات وفي جميع الميادين، وكان صديقا للفرد وللضابط وأبا. كان قائدا لقوات العمالقة لعقود متعاقبة، ومن ثم عين قائدا لقوات الحرس الجمهوري التي يعدها الشعب صمام أمان وحامي الحمال الوطني وسيادته ووحدته، وكان اختياره لهذه المهمة موفقا جدا. برأي الغالبية العظمى فلم ينصاع للمؤامرة التي كانت تحاك ضد الوطن وضد قوات الحرس الجمهوري، ولم يتزحزح عن مواقفه الوطنية التي عرف بها، فاختار الوطن عما سواه من إغراءات ومناصب وأموال. جيشنا قد حلف لا بد ما يذعر لك وللشعب من سلمان والعشرة، يا سعود ارتكبته أبشع المنكر حادثة ما جرى في الصالة الكبرى، لكن الرد منا ما يكون أكبر، باتكم خاتمتكم خاتمة غبرة. الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي سيظل الهامة الوطنية والقامة العسكرية الكبيرة مهما حاول العدوان طمس هوية الشعب اليمني ومهما استهدف قاداته ورجاله، فاليمن لا تزال حبلى بملايين الشرفاء والقادة العظام، وكل يمني شريف هو علي بن علي الجائفي الحي بذكراه التي لا تموت. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. وكل من أراد بنا شرا سيرد الله كيده في نحره، وسنظل صامدين ما أدري الواجبنا. تحياتنا للجميع.